تقريبا نحو نصف ساعة من الآن أسلمت قوة خاصة إلى بلدة بركين غرب جنين، وهذه القوة قامت بمحافظة أحد المنازل في البلدة. يدعي الاحتلال الإسرائيلي أن بداخل هذا المنزل مطلوب لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي كان هناك حصار لهذا المنزل وإطلاق نار كثيف، يعني سمع إطلاق النار من البلدات والقرى المجاورة، هناك إطلاق نار كثيف باتجاه المنزل، وسمعنا أيضا إلى تسجيل صوتي للشاب الذي يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنه مطلوب لسلطات الاحتلال، يقول أن زوجته وأطفاله في المنزل وهناك إطلاق نار كثيف باتجاه المنزل دون رد من داخل هذا المنزل، فقط إطلاق نار من القوى الخاصة باتجاه المنزل وبداخله زوجة هذا الشاب سعيد قبلاوي وأطفاله بداخل هذا المنزل، فهناك إطلاق نار كثيف، وعلى الفور توجهت قوة من تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى بلدة بركين لتساند القوة الخاصة، وحاصرت المنزل من كافة الاتجاهات، وباصر جنود الاحتلال بإطلاق النار الكثيف باتجاه المنزل، هناك مناشدات في أطلقت من داخل المنزل من والدة هذا الشاب وعمه، طالبوا قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتريث قليلا حتى يستطيع الشاب أن يسلم نفسه خوفا على زوجته وأطفاله، وبالفعل بعد نحو 5 دقائق قام بتسليم نفسه تحت تهديد السلاح، ووالدته بحسب شهود العيان الذين كانوا يتواجدون بالقرب من ذلك المكان قامت بتغطيته، لأن جنود الاحتلال الإسرائيلي حاولوا إطلاق النار عليه حتى في الوقت الذي خرج فيه من داخل المنزل ليسلم نفسه، ولكن والدته وقفت أمامه ومنعت جنود الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار عليه، ثم قاموا بتبديله واعتقاله ووضعه داخل الجب ومن ثم اقتياده الى جهه غير معلومه. القوة الخاصة انسحبت من البلدة، ولكن حتى هذه اللحظة ما تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي في المكان، يعني تعمل هناك على إجراءات تحقيق ميدانية مع زوجته وأيضا أقاربه الذين كانوا في المنزل أو جيرانه الذين كانوا يتواجدون في قرب من المنزل. حتى هذه اللحظة لا توجد طبعا لله الحمد لا توجد إصابات، اعتقال فقط الشاب سعيد قبلاوي الذي يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنه مطارد، وربما خلال يعني الدقائق أو الفترة القادمة اللحظات القادمة سيكون هناك انسحاب لقوات الاحتلال الإسرائيلي من داخل البلدة، خاصة وأنه تم اعتقال الشاب الذي يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنه مطارد. هذه كل التفاصيل متعلقة باقتحام بلدة بركين غرب جنين.